تمام. عايز اعرف ايه الخطوات اللي بتعملوها المفروض علشان خاطر يعني لو جالكم بلاغ او علشان خاطر تنقذوا حيوان بتعملوا ايه بالظبط؟ يعني ايه الخطوات بتاعتكم؟ اتفضلي يا سلام. هو بيجي التليفون او بشوف البوست على الفيسبوك وابتدي اتواصل مع الشخص اللي عامل البوست، اقول له كلمني واتواصل معاه، فيقول لي الوضع كذا، الحادثه كذا، فاقول له هل جنبك عربيه تقدر تنقل الحصان؟ لا مش جنبه، بنأجر عربيه ونروح نجيب حصان. بيجي الحصان، بنعمل بقى الاسعافات الاوليه، وحسب الحاله بقى حسب شدتها الدكتور هيجي ويشوفه مثلا في نفس اليوم، او لو الحاله مثلا هتبقى يعني هتستنى لتاني يوم انه بيبقى تاني يوم. لكن في حاجات كتير قوي بنشتغلها، يعني في حاجات اساسيه احنا عارفين ان لازم نعملها دلوقتي، في حاجات احنا كتير بنبقى لازم، عشان احنا شفنا كتير حالات فبنشتغل على طول لغايه ما بيبقى فيه بقى دكتور، وغير ان في واتساب بقى بيساعدنا، ببعت بالفيديو اقول له مثلا كذا، يقول لي طب اديله كذا، اعملي كذا، لغايه مثلا هو بيشوف. في حاجات بقى بتبقى محتاجه ان هو يتنقل، تعمل له مثلا او هو يجي يعمل له مثلا حاجه معينه زي تعمل له مثلا يعني دي، يعني كل حاله مختلفه، بس هي دي اجراءات. بتبتدي اول حاجه تاخد حرارته، وتبتدي بقى تدي مسكنات، وتدي يعني حاجات اللي هي مضاده للشوك بتاعته الصدمه، والحاجات دي بتبتدي نشتغل بقى عليه.